حياكم الله مشاهدينا الكرام واسعد الله اوقاتكم وين ما تكونون بخطوه رائعه من قبل رئيس الوزراء المهندس محمد الشاع السوداني. قامت بلديه الكاظميه بالتعاون مع امانه بغداد برفع اكثر من 350 كتله كونكريتيه على ضفاف نهر دجله. خليكم ويانا والمزيد من التفاصيل. تنفيذا للتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم ضمن حملة بغداد أجمل، باشرت ملكات أمانة بغداد متمثل إدارة بلدية كاظمية إدارة الوحدات الإنتاجية برفع الكتل الكونكريتية في المقطع الثاني لكورنيش كاظمية وبطول 350 متر طول، ليصبح مسار التطوير 1650 متر طول وبعرض متفاوت ما بين 5 إلى 15 متر طول. احنا بلدية كاظمية جاي نعمل هنا نشيل رفع صبات اكثر من 320 صبه، وجاي نفتح هذا الطريق الكورنيش الكاظميه من هنا لحد مسافه لرفع الصبات الكونكريتيه 320. بالتعاون مع منو؟ بالتعاون مع امانه بغداد والطرق والجسور. توجيه مباشر من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء. تقوم أمانة بغداد دارة الوحدات الإنتاجية بالتعاون مع دارة بلدية الكاظمية برفع الكتل الكونكريتية من ضفاف نهر دجلة لتطوير هذا المكان إن شاء الله بحدائق ومتنزهات لعوائلنا الكريمة في بغداد، ومن أجل بغداد أجمل وأنظف قامت دارة الوحدات الإنتاجية برفع 320 كتلة كونكريتية خلال هاي اليومين إن شاء الله تخلص من ساحة عبد المحسن الكاظمي باتجاه مقر القيادة. ما فائدة رفع هذه الكتل؟ هو هناك تطوير، يعني تطوير لضفاف نهر دجلة للعوائل راح تكون متنزهات. متنزه الكورنيش؟ كورنيش نعم. حسب توجيهات رئيس الوزراء وأمين بغداد يومين إن شاء الله 350 صبة راح نشيلهن وينفتح إن شاء الله كورنيش الكاظمية الجديد. العملكم مستمر؟ مستمر إن شاء الله، يومين نخلصهن. شو بداية تشتغلون بهذا الشيء؟ من اليوم، من اليوم إن شاء الله. أي. يعني هدف من هذا الشيء إنه توسيع الكورنيش؟ توسيع الكورنيش وفتحه بالجديد.